مقبلات هواية. تشوف لي مطعم يحط لك بس المقبلات هيك. وين ماخذنا امير بروز؟ اخويا يوسف سلام عليكم. طبعا اول شيء اليوم راح اخذكم انت والابطال المطعم العزائم. اوه حلو. نعم هذا المطعم مدينة اسن. اوكي هسه ان شاء الله والاخ ابو حسن يريد يفاجئني باكله يوسف. حلو يريد يفاجئني بفد شيء. وخلونا نروح ونشوف شنو محضر لنا مطعم العزائم. صندوق شنو صندوق عنوان المطعم بصندوق الوصف بالدسكريبشن راح اخلي لكم اياه. الناس القريبين على اسن المانيا ويمكن عندهم خدمه توصيل همين باسن والمناطق القريبه. اخويا وصلت؟ اخويا وصلنا ان شاء الله. حلو. اوكي يا ابطال طبعا وصلنا لمطعم العزائم وبانتظار الطلب مالنا سوونا باكه يا يوسف. حلو. باكه بس شنو؟ بيها راح يصير ميكس، راح تصير فد شغله سبيشل خاصة بس بمطعم العزائم. هي باكر يعني ايش راح يسووا لها؟ ايش راح يسووا لها اخويا؟ راح يضيف لك عليها. جاي اشوف هذا القص. جاي اشوفه. عيني جاي اشوف. راح يضيف لك عليها قص يا يوسف. اوكي. شو تقول انت اخويا هذا الميكس شلون راح يصير ويا الباكر؟ صراحة ما شايفه قبل، انا ما مجربه بس هسه نشوف. بانتظار طبعا اللحظة التاريخية وهي لحظة اضافة قص على الباكر. وهنا اخونا حبيبي عليكم اخويا. كل الهلا بالسلام امير شرفتونا. الله يسلمك اخويا. ان الشرف. يا اهلا وسهلا. خليك اخويا. ممكن تسولف لنا على هاي الفقره مال القص على الباكر، هاي شنو يعني اختراع هذا؟ والله هذا اختراع ابو حسن صاحب مطعم العزائم. اي والله حلو والله فقره يعني حلو. يعني شويه تنويع كسر النكهه اي فشي مرتب. وتعرف انت بعد النكهه العراقيه وقص عراقي وبالليه العراقيه ممتاز. اكيد زين الناس حبت هذا اكيد الشيء. اكيد والله يعني صار طلب هسه اكثر شيء انه يريد اياها قص. بالضبط ممتاز ممتاز يعني حبوا الفكره. حبوا الفكره بالضبط. نعم. شنو بعد بقيه الاكلات اللي هنا موجوده عندكم مثلا؟ والله عندنا المشاوي العراقيه بانواعها. حلو. عندنا القوزي العراقي، قوزي اللحم، قوزي الدجاج، برياني، مقبلات بانواعها، دجاج عندنا على الفحم وعلى الغاز. عندنا بعد الداخل باكه ما باكه دولمه. هاي الامور الاكلات العراقيه المعروفه. زين خدمه التوصيل موجوده هنا؟ خدمه التوصيل موجوده اي نعم. بس باسن لو خارج اسن يعني ضمن حدود ضمن حدود اسن يعني مو ما يكون بعيد جدا. صحيح بالضبط. هي تعرف اسن هي كبيره يعني أكيد. حدودها اكيد راح أكيد تكون بعيده. كلش كبيره المدينه. خير ان شاء الله. شكرا عزيزي. شكرا على المعلومات حبيبي استاذ امير. الله يسلمك. كل الهلا بيك. يا حي الله ابو حسن حبيبي امور الغالي زارتنا البركه. اهلا وسهلا بك. هاي مفاجاه حلوه من عندك اليوم على ارض الواقع. اشكرك طبعا على الدعوه. حبيبي حبيبي نورتنا قلبي. اهلا وسهلا بك. نورت النور. شلونكم ان شاء الله مرتاحين؟ والله ماشي الحال. اليوم ان شاء الله احنا هاي اول مسابقه راح نصير سلسله مسابقات. هسه اول وحده الباكه وال نص كيلو قص. حلو ممتاز. زين وبعدين ممتاز. وراها نص خروف هم ماكين ارض الواقع. ان شاء الله ان شاء الله اخوي ابو حسن. اشكرك عيني. حياكم الله. اهلا وسهلا بيك. هاي الماعون هيك ينزل. شو ابو حسن اخوي تسلم. وهاي الباكه العراقيه هسه راح ننزل عليها نص كيلو قص. يلا اخوي. هاي اخوي قالوا اختراعك هاي السالفه مال الكومبينيشن بين الباكه والقص. بين ال... يا الله يخسر ابو حسن سالنا الاخ من الساعه. عاشتين اخوي. من الشجره الخلاط. عاشتين اخوي. هو هذا الصحيح. غنم على غنم. اموري هاي هماتين. حلو. ايدك الصينيه بعد ما تخلص الباكه. إذا هاي الصينية تخلص لي إياها. إن شاء الله. إن شاء الله إحنا مو مقصرين وياك وتتدلل. نورتنا والله. وأنت لو قايل لي كان سويت لك فد نص خروف. ح...
حبيبي اموري هلا بي على راسي. اوكي يا ابطال مثل ما تشوفون جهزت السفره وخلونا نجرب وياكم هاي الباتشه بالقص. فد شيء صراحه سبيشل مميز يعني باتشه وعليها قص شاورما يسموها ما ادري. وصراحة لفت انتباهي المقبلات يوسف. مقبلات هواية. يشوف لي مطعم يحط لك بس المقبلات هتشي. ها عيني. مقبلات كلش هواية. الله نبدي بسم الله. شوف هذا العظم. اوكي هنا عندك معون. إذا تخلي بي العظام وهاي الأمور يوسف شوف القص. الله بقى راس لحمة راس يوسف. كراعين ومنبار موجود. جاي شوف لي يوسف. جاي شوف خوي انا مركز. شوف لي هذا المنبار يلا نبدي. يلا. يوسف ضابطه لك. ها صاير بالراس. الراس منتهي يوسف. منتهي هذه. شوف لي الخبز شلون ناقع بهاي الكيفية. لا لا ممتاز. يوسف لا اخويا التشكيلة ممتازة صراحة. شنو الموسيقى؟ هاي موسيقى بها حقوق. هاي كوبي رايت قبل. يلا عادي. لا مو عادي وقف. ما ترهم هيك الموسيقى. لحظة اخويا ممكن صوت الموسيقى بس تطفوا لنا اياه بلا زحمة. اشكرك. يلا نكمل وياكم. الموسيقى حقوق بث ما يصير ينحذف الفيديو. والله اخويا يوسف شوف لي الخبز. هاي عندك عين ما شنو. الله يوسف التشكيله لا تسولف لي. ممتازه مبين اخوي. عندك سؤال استفسار اسال اذا تريد. شنو رايك بالقص ويا الباتشي هذا المكس؟ حلو. صراحة ضابطة يوسف. ما تحس اكو فد شيء غريب بالموضوع. ممتاز. قص غنم على باكر غنم. اخوي. اي غنم بغنم. غنم بغنم. شوف لي كمية اللحم الفوق. انا صراحة اريد ان بس اوصل للخبز. صراحة الطعم رهيب يا ابطال. نصفي هنا. شوف لي شوف لي لحمة الراس يوسف. واو لا افد شي يا اخي تحفة. اخويا راح اوشي للراس ورد اشيله على الصفحة يوسف وسوي لي مجال. ها يلا انتهى عندنا كثرة هنا. alright هذا المنبار رهيب.
ليمون. هاي حلوة. لسان لا اخوي لا ويا القص يوسف وين؟ حلو شي ثاني ابتكار رهيب فكرة أصلية حلوة الفكرة والله فكرة مميزة ومتناسقة يعني ما بيها شيء غريب لا لا قص ويا الباتشي شيء رهيب متناسقة أخويا رهيبة صحيح حارة شنو هاي المقبلات يوسف؟ حلوة المقبلات هالشكل يعني مجانية اي يقدموها لأي يعني واحد يجي مو بس إلي يعني صحيح ويا الطبق مثلا بالضبط ويا الوجبة تطلبها مقبلات صحيح ما جاي أشوف أنواع
مخ موجود، على يا طريقة اللي بيها المنبار يصير يوسف؟ ما أدري، موصلية بغدادية. صدق ما أدري، ما أدري، أعرف بالبصرة نسويها عادية بس باكر وكراعين يعني راس و... عافية بدون منبار. كانت لي عظم يختلف عن المنبار المصري يوسف. المرة أكلناه أتذكر المنبار المصري يصير شنو؟ يصير هاي مالته رقيقة كلش. شوف هسه هذا يعني ما أعرف ذاك شنو. محشي بالتمن ولحم مثروم وتوابل بيه حلو. صراحة طعمه رهيب بس غريب علي يوسف. مثلا تسألني مثلا مرة ثانية اشتاكل الباكر ويا القص عجبتك؟ اي يوسف حلو، وانصح اي واحد يجربها ما راح تخسر في يوسف. اي طبعا
بس تجربها انت وتشوف يوسف. راح اجربها. يوسف خبز تنور موجود. هذا الخبز صحيح. جو عندهم هنا يعني مخبز صمون كل شيء ممتاز. اذا تريد تقص يسوي لك اياها بالصمون العراقي الحجري. اخوي الناس ملت من الدونر وما شنو. طبعا بدون القص مالنا الاصلي اكيد موجود هنا يم العزام. قالوا له مريض طبق امير بروز. صحيح طبق امير بروز باكر بالقص. قالوا له جناكم من طرف امير بروز يرتبوا لكم الوضع اكثر بعد. تقييم اخوي لهاي الخلطه 10/10. يستاهل مشاهدة. وخلونا نشوف ردة فعل سويكي. يلا اخوي جرب لنا اياها. والله تعال جرب اخوي جربها وطينا الرياكشن. هذا المنبار شنو رايك بيه؟ رهيب. لا اخوي لا اضاءة زينة مو؟ لا ممتاز روح كلش طيب. يعني ما كنت اصورك ونقنق ادري بيك. يعني هواي ماكله. الكومبينيشن شلونها يوسف مالت ال رهيب القص ويا شو اسمه. هو انت من تاكل منبار تحس نفسك محتاج تاكل ويا قص. ها من تاكل ويا قص من تاكل باكر قصدك؟ عافيه من تاكل من بار باكر اي شيء. تريد شويه تحس ان تريد شويه شواء. بالضبط تحس هاي شلون كانك قاعد تاكل مقبلات من تاكل يا قص. اي صح رهيب صح يا اخوي. هسه انت عرفت شلون توصل الفكره يا يوسف. انا صار لي ساعه داخل اريد اوصل هاي الفكره شلون للابطال. صح يا اخوي. لا تشع لا تشع منتهي هذا. لا لا الشغل صحيح يا يوسف 100%. شوف لي اخوي. اخوي صحيح صحيح يوسف. عجبتك دنيا تاريك. صراحة انا قلت اخذ سفري بس الظاهر الظاهر راح اخلصه هنا. يلا اخوي تحدي فنك نوعا ما.